الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، الذي ترك العالم غارقا في أحزانه دامعا على رحيله، لا تكفيه الدموع تعبيرا عن الحب الذي امتلأت القلوب به في حياته، والألم الذي تركه في فراقه. أمير الإنسانية وشيخ الدبلوماسية، الكثير من الألقاب التي لا توفي حقه اختارها محبيه في كل مكان ليعبروا بها عن الحب القوي الذي لمس قلوبهم في حياته. ومع رحيله ستظل إنجازاته طريق نور تقود الكويت وطن ومواطنين إلى مسيرة النهضة. على مدار 6 عقود استطاع حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه الارتقاء ببلاده والأمتين العربية والإسلامية من خلال العمل العام، تاركا بصمات واضحة ومحققا إنجازات ضخمة على كافة الأصعدة المحلية والدولية. منذ تولي صاحب السمو الأمير الراحل المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم في 29 من يناير عام 2006، استطاع سموه أن يرتقي بالبلاد على المستويين الداخلي والخارجي من أجل الكويت وطناً ومواطنين. ومع مبايعة نواب الأمة بالإجماع لحضرة صاحب السمو الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه أميرا لدولة الكويت، سطر التاريخ عهدا ذهبيا جديدا للبلاد مليئا بالإنجازات والأحلام الوطنية. واستكمل سموه الأمير الراحل طيب الله ثراه مقام به حكام الكويت من آل الصباح الكرام على مدار العهود السابقة. أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصول استغلال الوطن وسلامة أراضي. قاد أمير الكويت الراحل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه البلاد نحو نهضة اقتصادية شاملة، واستطاع أن يحول الكويت إلى مركز تجاري ومالي عالمي، ووضعها على خارطة الاقتصاد العالمي بقوة. سميت الكويت بالمركز الإنساني العالمي بعد أن منح صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح المغفور له بإذن الله لقب العمل الإنساني كتكريم من منظمة الأمم المتحدة في 9 سبتمبر من عام 2014. إن هذا التكريم الذي حظينا به هو تكريم لأهل الكويت وتقدير لمسيرتهم الخيرة بالبذل والعطاء والممتدة منذ القدم والتي ستظل مستمرة إن شاء الله. قاد حضرة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه الكويت نحو المحافل الدولية بقوة، بعد أن أكد على أهمية تواجدها في الشؤون الخارجية العالمية، وانطلاقا من مسؤولية سموه طيب الله ثراه في تحقيق نهجه المعتدل والمتزن والسعي إلى الدبلوماسية الذي طبقته الدولة، انتخب العالم دولة الكويت للمرة الثانية عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي،
وبتصويت ساحق للعامين 2018 حتى عام 2019، وتبذل الكويت دائما كل المساعي لمنع نشوب خلافات وحروب، وتدعم وتساند الحق والعدل والسلام. أطلق حضرة صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه نهضة عمرانية شاملة ضخمة تهدف إلى أبن إيمانا منه بضرورة توفير السكن الملائم للمواطنين وتقليل فترات انتظار الحصول على السكن. ووفرت خطة سموه التنموية الشاملة خيارات مختلفة بهدف تلبية حاجات المواطنين وطموحاتهم في السكن المناسب. ولأن رؤية سموه طيب الله ثراه السامية شملت كافة الجوانب المجتمعية، فإن التطوير العمراني كان من القضايا التي وضعت على أولويات قائمة الاهتمامات والدعم والرعاية، وهدفت خطة إنجازات المشاريع العمرانية الضخمة إلى توطين أكثر من 2,500,000 نسمة بالتجمعات السكنية الجديدة حتى عام 2030. وتمثلت مدينة جنوب سعد العبدالله إنجازا هاما كأنموذج للمدن الذكية. برؤيته العميقة هدف حضرة صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه منذ توليه الحكم في عام 2006 إلى نقل دولة الكويت نقلة نوعية لتصبح محورا إقليميا رئيسيا في الشرق الأوسط، فأعطى الضوء الأخضر للبدء في تنفيذ المطار الجديد الذي يمثل المشروع الاستراتيجي الأقوى في خطة التنمية. وأيضا تم تحديث مطار الكويت الدولي الحالي. ومن أهم الإنجازات العملاقة التي تركها الأمير الراحل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه للكويت وطنا ومواطنين هو جسر الشيخ جابر الأحمد، فهو واحد من أبرز المشاريع التي تم إنجازها ضمن الخطة التنموية الشاملة للبلاد، ويعد واحد من أطول وأرقى الجسور البحرية في العالم، وهو يندرج ضمن خطة سموه في تطوير الطرق والبنية التحتية بدولة الكويت. وكان لمنظومة الطرق والنقل في الكويت خطة ضخمة تابعها سموه طيب الله ثراه هدفت إلى تطوير الطرق الحالية وإنشاء طرق جديدة.
كما يعد مستشفى جابر الأحمد من الإنجازات الطبية العملاقة التي هدف إليها صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، وكانت ضمن الخطة التنموية الشاملة التي هدفت إلى تقديم خدمات علاجية وطبية للمواطنين بمقاييس عالمية من خلال عشرات الإنجازات في المجال الطبي التي أسعدت أهل الكويت. مدينة الجهراء الطبية هي علامة فارقة ومضيئة وانطلاقة بمسيرة الخدمات الصحية الحديثة، ومن أهم المشاريع الحيوية التي كانت ضمن الخطة التنموية الشاملة لصاحب السمو طيب الله ثراه، الذي وضع الصحة بمنزل القلب بين أهداف التنمية. أولى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح المغفور له بإذن الله الشباب جل اهتمامه، لأنهم رجاء الكويت وشعلة حاضرها وبناة مستقبلها، فأطلق سموه طيب الله ثراه المبادرة الوطنية الكويت تسمع عام 2012 إيمانا منه بأن الشباب هم قادة المستقبل في الوطن. كانت المبادرة الأميرية الكويت تسمع حجر الأساس لفكرة سموه طيب الله ثراه بإنشاء وزارة الدولة لشؤون الشباب، وكان ذلك في 23 من شهر يناير من عام 2013 كأول وزارة خاصة بالشباب في تاريخ تشكيل الحكومات الكويتية منذ استقلال الكويت عام 1961. إن أقنى ثرواتنا هم أبناؤنا، وأفضل استثماراتنا الاستثمار في تنمية قدراتهم ومهاراتهم، فهم محور أي تنمية وقايتها ووسيلتها، والتنمية الحقة هي التي تتخذ من الإنسان محورا ومن العلم سبيلا ومن الإخلاص دافعا. وأكبر أمنياتي وتطلعاتي بناء الإنسان الكويتي وتنمية قدراته ليكون قادرا على بناء وتنمية وطنه. أما في المجال الإعلامي، ساعد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح المغفور له بإذن الله على انطلاق العديد من الصحف والقنوات التلفزيونية والإذاعية الجديدة إيماناً من سموه طيب الله ثراه بحرية الرأي والتعبير ودعمه المستمر للإنجازات التي تساعد في التطوير من أجل وطن ومستقبل أفضل. سارعت عجلة الإنجاز الوطني على قدم وساق في عهد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح المغفور له بإذن الله، وشهدت الكويت نقلة نوعية بالمنظومة التعليمية بكافة المراحل الدراسية الأساسية والجامعية. ولأن مسيرة عطاء سموه لا تتوقف، أنشئت العديد من المدارس الخاصة والمعاهد والجامعات ضمن الخطة التنموية الشاملة التي رعاها سموه طيب الله ثراه. وهدفت التطورات في المنظومة التعليمية الحكومية النهوض بالتعليم لتأسيس جيل المستقبل.
وخلال عهد الأمير الراحل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، الذي تميز بالإنجازات الضخمة، كان دعم الفكر الثقافي واحد من أهم المحاور الهامة في خطة التنمية الشاملة، إيمانا من سموه طيب الله ثراه بمواكبة متطلبات العصر وترسيخ قيم المحبة والتسامح. كانت هناك إنجازات ثقافية هامة هدفت للحفاظ على التراث الكويتي، منها قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية ومركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي الذي يعد منارة علمية تاريخية. دعم الأمير الراحل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح المغفور له بإذن الله، وساند دور المرأة الكويتية في المجتمع ومكنها في كافة المجالات، إيمانا من سموه طيب الله ثراه بدورها في تنمية وبناء المجتمع الكويتي. فحصلت المرأة في عهده المزدهر على حقوقها السياسية والمدنية والاجتماعية. أجد أنه لمن دواعي الاعتزاز أن أثمن وأنوه بالدور الإيجابي للمرأة الكويتية فيما حققت من مكانة متميزة للحياة العامة على كافة الأصعدة والمجالات وعلى مدى الأجيال المتعاقبة، وأننا نتطلع إلى قيامها بدور أكبر وأشمل، واضعة يدها بيد أخيها الرجل وبمشاركة أكثر فعالية في تحمل أعباء التنمية في مختلف القطاعات. ومن أجل صحة المواطنين وبيئة أكثر أماناً خالية من الملوثات، حرص سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثرى على المحافظة على صحة المواطنين بإيجاد بيئة نظيفة وخالية من الملوثات الضارة، فدعم إقامة مشروع الوقود البيئي الذي اندرج ضمن الخطة التنموية الشاملة لتطوير الاقتصاد، وهو أحد أهم وأقوى الإنجازات التاريخية التي حققت طفرة ونقلة نوعية في الصناعات البترولية المحلية. قدم يد العون والرعاية إلى أبناء الوطن من ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل دمجهم في المجتمع، واحتذى العالم بتجربة سموه أمير الإنسانية الراحل في التعامل مع تطوير مهارات ذوي الاحتياجات الخاصة. الحكمة والإنسانية يعرفانه جيداً، فقد أجاد سمو الأمير الراحل إدارة الأزمات بالحنكة السياسية الممزوجة بعظيم المحبة والرقي، ولم يكن ذلك جديداً على سموه حين أمر بإجلاء عشرات الآلاف من الكويتيين المقيمين بالخارج إثر تفشي وباء كوفيد-19 مطلع عام 2020، والتي دعت إلى إغلاق الحدود الجوية والبرية لأغلب بلدان العالم. وحينها انتفض سموه نصرة وخوفا على أبنائه بالخارج، فأعطى تعليماته السامية للحكومة بتسخير كافة أجهزتها لإجلاء الكويتيين العالقين بالخارج، ذلك القرار الذي أثلج صدور آلاف العائلات الكويتية التي خرت شكرا وامتنانا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. وبعد أن التم الشمل وعاد أبناء الوطن لأحضانه، دعا سمو الأب والأمير الراحل أبنائه وشعبه من العائدين إلى الالتزام بتعليمات السلطات الصحية، وقال أمير الكويت في كلمته بتلك المناسبة: وبدون التعاون والتكاتف
والالتزام بكافة التعليمات، لن يكتبوا لجهودنا التي نبذلها جميعا النجاح في احتواء هذا الوباء والسيطرة عليه، وستكون لا قدر الله الخسائر في الأرواح عالية وعواقبها على الوطن وخيمة. وفي 29 من سبتمبر غاب صباح الإشراق والنور والتفاؤل والمحبة والعمل والإنجازات السامية. رحل رجل المواقف في صمت ووجع قلوب الملايين في كل أنحاء العالم، خاصة أبناء الوطن، وتركها تدمي من الحزن، ولكن عزاؤهم الوحيد أن كلماته القوية التي تمنح الأمل وتحث على العمل ومتابعة المسيرة من أجل الكويت، كويت جديدة. ستبقى إنجازات سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح المغفور له بإذن الله، ستلهم الجميع القوة والثبات على حب هذه الأرض والتفاني في خدمتها. لن ينسى الأبناء الأوفياء في الكويت الحبيبة هذا القائد الحكيم الذي طالما أفنى وقته وتفكيره في الارتقاء بالوطن والمواطن، ولم يترك مجالا إلا وترك فيه بصمة من التطوير والإنجاز. حتى إنجازاته غيرت ملامح البلاد لتصبح أكثر إشراقا وتمدنا، ومواطنيها أكثر أملا وتطلعا نحو المستقبل.